المشاهير. كونوا معنا كل أسبوع يوم الجمعة بين الساعة 9 والعاشرة مع برنامج مع المشاهير. إعداد وتقديم علاء الجوهري عبر كلام صوت الحلم وراديو المشاهير اللبناني مع المشاهير. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر الراديو والتلفزيون المشاهير اللبناني ومشاهير العرب في اي بي، بيكبر لبنان بانسان رائع عم يعمل له مكان كبير. وكيف اذا بايفنت رائع اسمه ذا اوورد، كيف اذا انسان رائع اسمه حنا لولو يلي هو لولو الماز بابداعه بالاعمال اللي بيعملها. استاذ حنا بدنا نعرف اكثر عن هالايفنت، بنعرف وكبناك بمسدحله وكبناك بهالايفنتات الرائعه جدا اللي عملتها واكثر من ايفنت. خبرنا شوي عن ذا اوورد، هالحفل حيكون له بصمه كبيره، بنعرف نيو تي في فايته وام بي سي وانت قصه كبيره. الله يخلي ليك حبيبي. هيدا الايفنت هالسنه غير كل الايفنتات اللي صارت بالسابق. هيدا الايفنت في كوميتي لجنه كانت حريص على اختيار الاشخاص المناسبين بالمكان المناسب، وتم اختيار مثل ما شفتوا اليوم ناس من كبار الوجوه الاجتماعيه والثقافيه والاعلاميه، وقعدنا بكذا اجتماع. طبعا صار في نوع من الشد والرخي انا وياه هون حتى طلعنا بالمكرمين. هالسنة المكرمين مش مثل كل سنة، هالسنة المكرمين الناس بيستحقوا أن يكرموا، مش مثل ما بيصير بغير إيفنتات إنه بنجيب مكرمين على محسوبيات ومين بيدفع أكتر. أنا ما عندي هالشغلة. هالسنة المكرمين كلها عم تنعمل على كاليبر كتير عالي، ناس كتير عندهم مصداقية، ناس كتير عندهم إنجازات وتاريخ حافل فني اجتماعي من جميع الكوادر. من مش هتشوفوا بس مطربين وملحنين، في مطربين، في ملحنين، في شعراء، في مخرجين، في اعلاميين. ايفنت عم بيكون لايف على الجديد باذن الله. الجديد عم بتواكبه من اللحظه الاولى، وعم بيكون كمان اهتمام الام بي سي مثل ما تفضلت قلت قبل شوي، عم بيكون كمان منقول باذن الله على الام بي سي. مكرمين لهالسنة لأعطيك اسمين، منترك الباقي لنهار الحفل تكون في شيء شيق للعالم. والكبير هاني شاكر، عنا الشاعر الكبير نحن بلبنان بنشوف حالنا فيه موسى صغيب، والشاعر كمان نزار فرانسيس، بالإضافة للمطرب شمس. اوكي هالقد بيعلون، نترك الباقي. هيدا سكوب حصيا لمشاهير تلفزيون وراديو مشاهير العرب، ولخينا المحبوب من قلبنا الاعلامي الكبير علاء الجوهري، يعطيكم العافيه. حبيبنا وخينا حبيبي. بدنا نعرف حيكون في اختلاف وتنوع بالايفنت غير عن الايفنتات السابقه، يعني مثلا ايفنتات غيرنا يعني حيكون له بصمه بلبنان غير عن الايفنتات الثانيه، حنشوف شيء جديد يعني. مثل ما قلت لك قبل شوي، طبعا الجديد هي مش جديد بايفنتاتي، ايفنتاتي انا موجود دائما. انا الجديد اللي قدمته هالمره انه انا عم بتدخل بالمكرمين. انا قبل كنت بالايفنتات السابقه، اذا كانوا ايفنتات خاصه لإلي ولا كانوا ايفنتات عم بعملهم لا حساب ناس ثانيه، كنت ما اتدخل لا بالمكرمين اذا كان شيء فيها مكرمين، ولا اتدخل بالجمال ونقي البنات اذا كان شيء بيتعلق بالجمال او بالموديلينج. كنت انا علي اعمل حفل حلو يحكوا العالم عنا على شغل الحلو، برودكشن وتصوير واناره واضاءه واكل واتسترا والمعازيم. هالسنه لا، هالسنه عامل ايفنت متكامل، انا مشرف على كل شغله فيه
بدقته، بتنوعه، بالضخامة الانتاج تبعه، وبتصور عم بيكون على اهم محطة موجودة لبنانيا هي الجديد. نعم، وجه لك تحية وموجه لكل القائمين على العمل، سامر زارو وشريكك ورانيا برهوت كمان، لكل هاللجنة الرائعة، يعني دايما بتحسن اختيار اللجنة وكله وكيف اكليب كادر العمل. يعني أنا كمان بدي وجه شكر خاص جدا 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 مع احترامي للجنة كل اللي بحبه من قلبي، بس شكر خاص وتقدير للدكتور جمال فياض. وجه له تحية للأستاذ جمال، إنسان مبدع وإعلامي وصحفي رائع. كلك ذوق وثانك يو على الاستضافة الحلوة، وإن شاء الله تكونوا اليوم استمتعتم بالبرس كونفرنس. ثانك يو لك، هيدا حنا لولو، هيدا الإبداع اللبناني وهيدا الإنسان الرائع وهيدا فيرست كلاس. يا حبيبي أنت، ثانك يو، ثانك يو سو ماتش، خجلتني بالكلام، ثانك يو حبيبي. هما راديو وتلفزيون مشاهير العرب VIP.